اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كاشف الغمة. مواقيت الصلاة غدا الأربعاء 24 أغسطس 2022، يا رب تكونوا بألف خير فضلا وليس أمر، تدعموني باشتراك جزاكم الله خيرا. الفجر بإذن الله على مدينة القاهرة غدا في 3:56، تشرق شمس القاهرة بإذن الله 5:27، يؤذن لصلاة الظهر في 11:58، 58 دقيقة، العصر في 3:33، المغرب 6:27 مساء، العشاء تؤذن العشاء بإذن الله في 7:48 مساء. وقيت الصلاة على مدينة الإسكندرية غدا 24 أغسطس، الفجر على 3:58، تشرق شمس الإسكندرية في 5:31 صباحا، يؤذن لصلاة الظهر 12:03 مساء بإذن الله، العصر في 6:39 مساء، وأذان المغرب في الإسكندرية في 6:34، يؤذن لصلاة العشاء في 7:56 بإذن الله. مواقيت الصلاة في محافظة أسوان غدا 24 أغسطس، الفجر بإذن الله في 4:01، الشروق في 5:27، يؤذن لصلاة الظهر 11:00 أو 11:51، يؤذن لصلاة العصر في 3:19، ويؤذن لصلاة المغرب بإذن الله في 6:15، ويؤذن لصلاة العشاء في 7:32 مساء بإذن الله. مواقيت الصلاة في مرسى مطروح اليوم بإذن الله، يؤذن لصلاة الفجر في 4:09 صباحا، وتشرق شمس مطروح بإذن الله في 5:42، ويؤذن لصلاة الظهر في 12:14، ويؤذن لصلاة العصر في 3:50 مساء، وصلاة المغرب بإذن الله في مرسى مطروح في 6:44، ويؤذن لصلاة العشاء في 8:07. وقيت الصلاة في بعض الدول العربية، الجزائر يؤذن فيها الفجر بإذن الله في 5:06 صباحا، وتشرق شمس الجزائر في 6:28، ويؤذن لصلاة الظهر في 12:56، ويؤذن لصلاة العصر في 4:29، وصلاة المغرب في 7:23.